السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط في وسط أكبر كثافة يقابلها زاوية انكسار 90 درجة في وسط أقل كثافة. لاحظ التجربة، نصب الماء ونلاحظ متى يحدث انكسار ومتى يحدث انعكاس. فالزاوية الحرجة هي زاوية سقوط في وسط أكبر كثافة يقابلها زاوية انكسار في وسط أقل كثافة مقدارها 90 درجة. هي زاوية سقوط في وسط أكبر كثافة يقابلها زاوية انكسار في وسط أقل كثافة مقدارها 90 درجة. إذن متى يحدث انعكاس كلي؟ طالما كانت زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة يحدث انكسار، ولكن إذا زادت زاوية السقوط عن الزاوية الحرجة في وسط أكبر كثافة يحدث انعكاس كلي. إذن يحدث الانعكاس الكلي إذا زادت زاوية السقوط في وسط أكبر كثافة عن الزاوية الحرجة. لاحظ الشعاع ينكسر طالما كان أقل من الزاوية الحرجة، ولكن إذا زاد عن الزاوية الحرجة يحدث انعكاس كلي.